تجي اعرف كيف ينهي المباراه. وعشان نعرف شو ممكن يصير رجعنا لكم في هذه المباراه الثالثه، لان اليوم بعد تو فيري وان سايدد ماتش شفناهم اليوم، هذه ممكن تكون ماتش اوف ذا داي، ومحاوله الدايف هون على اول رايزر من فريق جي كي، ولكن بالنهايه كان تركيزهم كله على التاور، ولكن اخيرا في كاتش على اورايزر وممكن يجيبوا الكل عليه، وفريق جي كي بعد هذا البوز يقدر يجيبوا الكل الثاني. كوميتمنت كبير الصراحه من جانب فريق جي كي، ما توقعتش انه بياخذوا الكل على اورايزر. بس شوف ريويتشي عماله بيعمل ريكول عند التاور، عماله بيعمل ريسبكت لفريق النصر عشان عارف انه ممكن يجي كروس ماب بلاي باي لحظه عليه، بيستنى الفريق تبعه يتحركوا عشان بالنهايه يصير يقدر يمشي على الويف ويقدر ياخذ شويه اكس بي او كمان الجولد. صراحه الكولز من لاعبي فريق جي كي ممتازين، اقل ما يقال عنهم انه عندهم النظره الصح، يعني الديسيجن دائما تكون صحيحه اذا ناخذوا كل اذا نعملوا كونتست. اذا مره اخرى ممكن نشوف تيم فايت دوم اوت اوف بوزيشن لو اتش بي، ممكن يخسر حياته في نوك اب حاضر من مراد، التيميت نوك باك موجود من كوتاشي، ولكن ممكن يساعد دوم انه يبقى على قيد الحياه. اكشلي دون كيرا يبقى في وسط اربع لاعبين من فريق نصر يموت، وريوشي وشيهاب لو اتش بي، ولكن في الاخر دوما يبقى على قيد الحياه بفضل التيميت كوتاشي. فريق نصر يعود في هذه المباراه. يا وفريق نصر بكل وحيده ويتيمه في هذه المباراه، صار عندهم 500 جولد ادفانتج على فريق جي كي. دوما قدر يعيش ب 1 اتش بي، ولكن كله كان بسبب تضحيه دون كيرا لنفسه، وهذا معناه انه فريق نصر حيقدروا ياخذوا كمان بريشر اكثر واكثر من ناحيه التوب سايد، واخذهم لهذا التاور اللي ممكن يساعدهم اكثر واكثر انهم يتحركوا بالماب بطريقه اكبر. جي كي الان بحث على البرايو في الميد سايد، تنانين او الاوبجكتيف خلينا نقول نزلوا 120 ثانيه، ولكن حذاري من السبريس الموجود تحت البرج. دون كيرا ممكن يموت مره اخرى والثانيه على التوالي في نفس الدقيقه، غريبه صراحه. ممكن ما كانش اكسبكتنج الالتيميت، لا مستحيل ضد تحت التاور بالضبط. الالتيميت كانت التيميت تبعته، كان هو اللي عامل سي سي على نفسه اتوقع، وهذا معناه انه بعد خسارته لحياته 2000 جولد ادفانتج لفريق النصر اي سبورتس بعد بدايه بطيئه جدا. الايرلي جيم لساته لصالحهم، والتايرنت اعطاهم فاليو عالي جدا، تعطيهم اكس بي ادفانتج، تعطيهم كنترول اكثر في هذه الماب، وفريق جي كي صار بوضع خطير بعد هذه الادفانتج اللي اجت من فريق نصر. وما تنساش انه في خضم المعارك هذه الكل اللي تصير في فانج، او خلينا نقول وولف اللي هو فري فارمينج لحد الان في هذه المباراه، يكون عنده شان كبير في الليت جيم، وقادر انه يتعامل مع تاشيبانا، قادر انه يتعامل مع اللوب، وبالعكس يعمل لهم دامج كبير جدا في الفايتس. وشوف هذا الدامج اللي كنا نحكي عليه من الفانك. نانتا تجد نفسه هاف اتش بي، 50 ثانيه فقط تفصلنا على الاوبجيكتيف في البوت سايد. بس كانه يعني سموث فانك از ا فيري انفير هيرو ممكن نحكي. اتوقع تو اوتو اتاكس عمل ديستركشن لنانتا، دوم عمل بيعمل تريد مع مراد، هذا المينكي طبعا الشيلز اللي بتطلع منه قويه جدا، ولكن دوم بالنهايه عنده السستين وعنده الشيلدنج الكافي يقدر يفوز هذا التريد. يا دوما كونفيدنت بشكل كبير بهذا اللوب الان، ولكن فريق جي كي يبحث على اي فرصه للانجيج على ناصر. ريوتشي ممكن لازم يعود مره اخرى للبوت سايد او يحاول ياخذ فيجن في البوت سايد. ريفر 20 ثانيه فقط تفصل الفريقين على انهم يحاولوا كونتيست الفيجن، على يحاولوا انهم يكونترول الماب. دونكيرا لون مانا في تشارج حاضره من كوتاشي على ريوتشي، ولكن قادر انه يتامبل باك. صراحه وضعية صعبة شوية في ذي المباراة، ولكن لاحظ الكولابس اللي ممكن يصير من لاعبي فريق جي كي. كوتاشي حاضر وفايق، استعمل الداش اوت وكنترول في الميد، بريشر اللي صار على فريق نصر. يا وفي تريبورت هون من دوما لعند الريفر عشان فريق جي كي يكون عندهم النمبر ادفانتج لهذا الاوبجيكتيف لهذا التايرنت الثاني عندنا في هذه المباراة، ولكن اربع لاعبين اوريدي موجودين من فريق نصر اوريدي بيعملوا كنترول، واوريدي عمال بنشوف شهاب بيضطر انه يرجع للجنجل ويفرم عشان يعمل هولد التوب سايد بالضبط، بسبب انه هذا الفوزي لهلا ما عمل روم، لهلا ما تحرك، لهلا هو اكثر واحد مرتاح بالفارم في هذه الجيم كامله. بالضبط دوم عمل تي بي، فالبوش هو كان هو الكول من جانب اللاعب اورايزر، وكان شهاب مضطر انه يحاول يدي بوش الويف في التوب سايد. هذا ما يعطي الفريق نصر كنترول كبير من ناحيه البوت سايد، يكون التايرنت هو محط تركيزهم من دون اي مشكل. من الجهه الاخرى فريق جي كي ستراجلينج شويه صراحه في هذه المباراه، والتايرنت سيكون من نصيب فريق نصر اي سبورت. يا
ولكن في تريد للأوبجيكتيف هون من فريق جي كي وحصولهم على هذا الأوفر لورد. طبعا فريق جي كي بيركز على الأوفر لورد بطريقة كبيرة جدا، بيركزوا على أنهم ياخذوا التاورز وياخذوا البوش لصالحهم. ولكن الغريب الصراحة في المباراة يا سموذ إنه نصر إيسبورتس هم اللي عمالهم بياخذوا التاورز، ودون كيرا بوضع حرج جدا ب 1 اتش بي، ولكن بيقدر ينقذ حياته من خلال السستين اللي طالع منه. نانتت موجود بخطر كمان، فريق نصر إيسبورتس بيعملوا انفيد على الجنجل بطريقة كبيرة جدا وبطريقة اجريسيف للغاية. يب، فريق نصر الآن يسترجع ثقة كبيرة في هذه المباراة، ولكن تنانين من فريق جي كي بتعطيهم ضغط كبير في السايد لينز والميد. ما ننساوش إنه اوه هذا نوك اب حاضر من نانتا، تشوف الدامج بالالتيميت. اوسكاد يضطر يستعمل فلاش، ولكن الالتيميت حاضرة من دوما مع ابيليتي وان يخلص الكل. انجيج رهيب جدا من دوما وزميله نانتا، هذا الدايف ممكن يكون حاضر. الالتيميت موجودة من دون كيرا، تعلن اخذ جي كي لي ثاني كل في هذه التيم فايت، ولكن تريد باك من وولف اتوقع اول كل لي في هذه المباراة من جهة اخرى. والرايزر سبليت بوشنج اكشلي ادهم، مش دايما نشوف لاعب يركز على سبليت بوش في اونر اوف كينجز. يا وطبعا اورايزر عماله بيستغلها بطريقه جميله جدا. ممكن نانتا يخسر حياته من وولف، ولكن وولف بيجيب الكل، بس في تريد الكل من ريوتشي، ولا لاست اوتو اتاك لم يحصل عليه ريوتشي، وولف بيقدر يجيب الكل في هذا الفانج. انبالانس هيرو صراحه، ولكن فوزي هو العنصر المفاجئ عندنا في هذه المباراه يا سمود. فوزي التركيز تبعه ورايزر التركيز تبعه من ناحية التاورز، من ناحية البوش ومن ناحية الفارم، أول مرة منشوف هيك بلاي ستايل في Honor of Kings، ولكن ناجح للغاية عندنا في هذه الأيام. طبعا دون كيرا تسرق الريد باف عاديك Vulnerability It's fine. نصر إيسبورتس كسروا تيم فايت صحيح، ولكن وولف تمكنوا يرجع شوية أدفانتج. شوف قوة الانجيج كذلك الموجودة في السينرجي بين نانتات واللاعب دوما، كذلك حتى شهيب الفولوات نتاعه قوي. كوتاشي الان حذاري، فريق جي كي دائما مسيطر على البوشز، لكن سنسين دامج الماي صراحه. مش بس دامج، وكمان يعني صراحه الموبيليتي اللي موجوده من هذه النانتت عالي جدا، بس كمان الدامج اللي طالع من فانج بيخلي نانتت او بيخلي الماي شيرانوي هاف اتش بي. وصراحه التعامل مع هذا الفانج صعب جدا وصعب للغايه. وولف متحكم بالماب بطريقه كبيره جدا، متحكم بالماب بطريقه الدامج اللي بيطلع منه للغايه. ولكن التايرنت والاوفرلورد تطوروا وصاروا هلا الشادو تايرنت والشادو اوفرلورد. محاوله نصر إيسبورتس انهم ياخذوا هذا الشادو تايرنت من بدايه خروجه وبدون اي تشالنج الصراحه. ها وفريق جي كي مازال مش حابب يعمل تريد للشادو اوفرلورد الان، على ما يبدو انه شهاب ما كانش حاضر في كونتيست التوب سايد، وخاصه انه يورايزر عنده بريشر كبيره في التوب لين، ففريق جي كي خايف من الكولابس ويكون رايزر عنده بوزيشن ممتازه في الفلانك. الجهه الاخرى دون كيرا مكانه ممتاز، ممكن يساعدهم على الانجيج، ولكن 3 كاريز من فريق جي كي ما زالوا بعيدين الى حد الان. يا بس شوف الجنجلرز، شوف الجنجلرز يا سمود، ليفل 14 فيرسز ليفل 14، شهاب كل الفانلينج بيكون لصالحه مقارنه بمراد من فريق نصر. ولكن الوحيد يعني انا اللي المفاجئ بالنسبه لي هو اورايزر، تكلمت عليه كثير، ولكن عنده ادفانتج كبيره جدا، عنده تو ليفلز ادفانتج على دوما، اوريدي حاطط بوش عالي جدا من ناحيه التوب سايد اوف ذا ماب، مع انهم اوريدي ماخذين تو تاورز. يعني ممكن كنا نشوف تحرك منه لناحيه البوت سايد، يصير يحط بريشر على التاور الثاني من ناحيه البوت سايد، ولكن بالنهايه تركيزه كله على التوب لانه بيحاول دوما الكل، ولكن دوما بنمسك وممكن نشوف الكل عليه، وفريق نصر يجيبوا الكل الساسه لصالحهم على هذا اللاعب على دوما. فانج دامج كبير صار على هذا الليان باو. واو هذا الانجيج موجود، دونكيرا يفتح الالتيميت الان، هل في فولو اب؟ شهاب يحاول يستاك الان، ولكن دونكيرا ممكن يكون في وضعيه صعبه جدا. شوف الدامج رهيب من مراد على كاريس فريق جي كي. دونكيرا وشهاب ممكن يموتوا في هذه الفايت، فلاش حاضر من رايزر ممكن يبحث على كيل ثاني، ممكن سنحضر على ايس لفريق نصر على جي كي. اول مره فريق ينافس جي كي بهذا الشكل ويعمل له ايس. نصر إيسبورتس متجه نحو الانتصار، وبكاتش وحيده على دوما قدروا فريق نصر يتغلبوا على فريق جي كي في هذا التيم فايت كفايف كيلز لي 1. هون بنشوف بالاعاده دون كيرا حاول يستعمل الالتيميت تبعته، حاول ينقذ الفريق عنده، ولكن كل من عملهم هذا المينكي والدامج والتانكينس والموبيليتي اللي موجوده عنده سمحت لهم يقدروا يفوزوا هذا التيم فايت. وطبعا فوزي كان ذا سيكريت هيرو اللي جاب دبل كل لحاله. طبعا فوزي يا فوزي او رايزر بالاحرى قايم بضغط كبير في هذه المباراه، بوشينج في التوب سايد، بيحاول يفوز المباراه بفلانكينج بوزيشن. ها
فوزي بحاول يفوز المباراة. حلوة 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 حلوة. اوكي ادم سكيل وايز نصر عندهم ما يقولوا يعني عندهم كلام من ناحية سكيلينج اكيد. هلا يعني لوبو طبعا يعتبر يعني ميد جيم اكثر من اي شيء. الليد جيم طبعا ممكن يكون اضعف من باقي الشخصيات يعني او الكلاش لينرز، ولكن لو نطلع على باقي الفريق ليدي سون ليد جيم جميل جدا، دون كيرا بهذا التاي يي كمان سكيلينج عالي جدا، شهاب انا صراحه عيني عليه هو وننتت هم التنين اللي ممكن ينقذوا فريق جي كي من فريق النصر من الادفانس الموجود عندهم. بس فريق نصر كمان يعني نتكلم على السكيلينج، في جانك في من ناحيه السبورت، وفي دون كيرا من ناحيه الدايف ومن ناحيه الكل عليه. يا دون كيرا ينمح من الخريطه على فكره، في انجيج حاضر من كوتاشي تحذيرا للدايف. فريق نصر يستغل البريشر الموجوده في التوب وفي الميد ويعمل دايف على دون كيرا يتمكن من اخذ الكل. وشهاب لو اتش بي على فكره ممكن يخسر حياته امام الرايزر 1 فور 1 الى حد الان، ولكن فريق نصر سبورتس عندهم الفارق وعدد ومعاهم التنانين في السايد لينز ممكن تساعدهم للبوش ولانهاء هذه المباراه. 3 لاعبين فقط من فريق جي كي امام 4 لاعبين من نصر سبورتس. سنحضر على نهايه المباراه الان وبتكون صعبه. شوف الايوي دامج رهيب، هذا الانجيج من مراد انه كاب موجود، ولكن ما زال اوسكادو سستيني في تيم فايت. ولكن واو 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 مراد عمل ستريس على التاور يا سموث اللي عمله ياخذ التاور وممكن هون يخسر حياته. دوما بيحاول يعمل عليه انجيج، بيحاول يعمل الدمج الكافي انه يجيب الكل على مراد على هذا المينكي، ولكن 2 تاورز او 3 تاورز بيس تاورز داون من فريق جي كي، وهذا معناه فريق نصر فتحوا البيس لفريق جي كي، وممكن التيم فايت القادم هو يكون الاخير يا سموث. انجيج من نانتا ما صدقتش اللي شفته، كنت في مكان في نصف ثانيه استعملت تو ايبيليتي وقتلت كاريز فريق نصر. هذه الالتيميت حاضره من دونكيرا مره اخرى بحثا على دايف ورزر وزميله كوتاشي سستيننج يفتح الالتيميت. دوما مازال هاف اتش بي ياخذ شويه شيلد، ولكن فريق جي كي سام هاو يبانس باك في هذه المباراه. نانتا تفاجئني بهذا الانجيج بطريقه رهيبه. كاريز فريق نصر صار لهم وان شوت باتم معنى الكلمه. يا وفريق جي كي لساتهم بتنفسوا، لساتهم بيحاولوا يعملوا الكمباك. فرق الجولد ما عملوا بزيد، فرق الجولد عملوا بصير لصالح جي كي شوي شوي، عملهم بيرجعوا لهذه المباراة. ولكن البيس تبعهم 3 انر توريت داون بالنسبة لفريق جي كي، وهذا بيحطهم بوضع خطير جدا. ولكن عندهم 5 دقائق يقدروا يستنوا، يقدروا يعملوا فارم، يقدروا يعملوا سكيلينج لحد ما يطلع هذا التمبست دراجون. كوتاشي كان بيحاول يسرق الريد باف، ولكن دوما بالنهايه عمل لها اللاست هيت بالابيليتي 1 في روتيشن عالي جدا من فريق نصر اي سبورتس من ناحيه البوت سايد والميد سايد من الماب. وهذه ممكن تكون اخر تيم فايت نشوفه اذا فريق نصر اي سبورتس فازوا. فريق نصر اي سبورتس اذا يفوز بهذه التيم فايت او حتى يجيب 3 كلات ويبقى عنده فارق عددي قادر ينهي مباراه. شوف الدمج من نانتات ability 1 literally half HP على اللاعب ووف يضطرني يعمل لايف ستيل الان. شوف الشادو اوفرلورد اول ما طلع الشادو اوفرلورد بيحاول ياخذه عشان عارفين راح يساعدهم بالبوش وراح يحط خطر على فريق جي كي وعلى البيس تبعهم، يقدر يحصلوا على هذا الاوفرلورد. ولكن بدايه ممكن اخر تيم فايت يا اخر تيم فايت ممكن تبدا في هذه المباراه. دوما وحيد على فكره ما فيش اي فولو اب لحد الان، ولكن يوشي موجود بالدي بي اس بيرفكت بوزيشننج في هذه الفايت. ينضم نانتات بالدمج اوسكادو في خطر بوزيشننج سيء في هذه الفايت، والشهاب بالابيليتي 1 يتشانك لاعبي فريق نصر سبورتس ومراد الوحيد يموت وجي كي يعود في هذه المباراة. 4 كلات ومارتشنج داون الميد لين لينهاء هذه المباراة. وبعد عودة جي كي من هذا التيم فايت ممكن يحاولوا ينهوا هذه المباراة، ولكن ما عندهم مينيونز، ما عندهم ويف، وهذا معناه انه فريق جي كي راح ينزل البوت لين، راح يحاولوا ياخذوا التاورز، راح يحاولوا يعملوا بوش. ولكن كيف فازوا هذا التيم فايت؟ شوف التانكينس اللي كانت موجودة من هذا اللوبو كانت عالية جدا من دوما، سمحت لشهاب وسمحت لننتت يقدروا يدمروا الباك لاين تبع فريق نصر، وهذه هي الكمباك اللي متوقعينها من فريق جي كي. واو انجيج من فريق جي كي ممتاز، ودوما ابسورب الدمج رهيب، ربح وقت بشكل كبير، وبطبيعه الحال فتح الالتيميت خليه يعني يعمل تمبرزيشن اكثر في هذه التيم فايت. لاحظ ما كان نانتات حاول انه ممكن يقتنص وولف ويتخلص منه من جهه اخرى في التيميت حاضر من دونكيرا والتيميت كذلك من ريولتشي، ولكن يبقى رايزر لو اتش بي على قيد الحياه. 70 ثانية تفصلنا على التايرنت. صراحة يا سموث هذه أكثر مباراة بشوف فيها الفاليو تبع التايي. هلا بديت أفهم ليش تايي يعتبر من أحد
اقوى الفيرست بيكس اللي ممكن تكون عندنا موجوده في هذه الجيم. يعني السي سي اللي موجود عنده عالي جدا، السستين اللي بيطلع يا السبريس اللي موجود من هذا التايي بيساعد الفرق اللي عندها تيم وورك زي فريق جي كي بطريقه كبيره جدا. وفريق جي كي الروتيشن تبعهم كبير جدا من ناحيه توب سايد، بيحاولوا يعملوا كاتش على هذا الاورايزر. اورايزر حيكون بخطر ب 1 في 4 في هذا التيم فايت. يا صعبه جدا على اورايزر، مش عارف اذا قادر ياخذ كل قبل ما يموت، ولكن سي سي تشين موجود من لاعبي جي كي وبتر كيب ذا كل لريوتشي. بالضبط الرامبيج لنانتا اكشلي مش لريوتشي، ليدي سان وماي يشبه بعضهم البعض، ولكن كوتاشي اكشلي مركز على البيس لين، ولكن نانتا تجي في الوقت المناسب. نوك اب حاضر على كوتاشي وولف. شوف الاول دامج هذا التانك، هاف اتش بي على دوما، وهذا التانك يا سمود، هذا هو التانك تبع فريق جي كي. دوما بيخسر نص اتش بي بتو اوتو اتاكس والالتيميت اللي طلعت من هذا الولف. وفريق جي كي بعد هذه الكل عمال نشوف شهاب بحاول يحط بريشر عالي جدا من ناحيه توب سايد، ممكن بعديها يعملوا روتيشن، ممكن بعديها يعملوا فورس ذا تيم فايت ويستغلوا هذه الويف عشان ينهوا فيها المباراه، ولكن شهاب يقرر انه يعمل ريكول، يقرر انه يتراجع ويجيب اخر ايتمات او يجيب كل اتش بي كمان عشان يقدروا ياخذوا اخر شادو تايرنت موجود عندنا في هذه المباراه قبل ما يطلع تيمبست دراجون كمان 1 مينت. مراد ورايزر بعيدين جدا من الشادو. ما كان عندهم انفورميشن على شهاب على فكره، عشان هيك ما عملوا تيم فايت، عشان هيك ما كانوا عارفين انه شهاب عمل ريكول للبيس، انه ما كان موجود بهذا التيم فايت. فهذا معناه انه الشادو تايرنت ممكن يساعد فريق جي كي انهم ياخذوا تيمبست دراجون والشادو اوفرلورد بطريقه اسرع واقوى من هذه البف. نصر يا نصر، ما هي الخطه؟ كيف ممكن نصر يحصل على هذا النصر؟ جي كي لاحظ انهم مركزين بشكل كبير على رايزر على فكره، يحاولوا يعاقبوه على البريشر لابلايد في التوب سايد، ولكن نصر سبورتس قادرين يستغلوا الوقت هذا يربحوا رايزر انهم يبلاي هما كذلك بريشر في الميد في البوت، يحاولوا ممكن حتى يكاتش شهاب في السايد لين. مباراة ماشية في خطاه مباراة يلا ونصر، كل مباراة فيها نصر على ما يبدو دائما ممكن تبريك الريكورد. يا ولكن عشان تقدر تكسر الريكورد للجيم الماضية عم اتكلم عن أكثر من 10 دقائق، وهذا صعب جدا خاصة إنه فريق جي كي البيس تبعهم رايح كله، وفريق نصر هم اللي عمالهم بيبدأوا بهذا التمبست دراجون. طبعا التمبست دراجون اوريدي هاف اتش بي، كوتاشي بيحاول يشتري وقت لفريقه، ولكن في انجيج من دوما. انجيج حاضر من دوما، دبل من نوك اب لين يعلن بدايه هذه التيم فايت. دونكيرا لين يبحث على الالتيميت ممتاز جدا من الجهه الاخرى. مراد يفوكس على ريوتشي، يضطر يستعمل فلاش، الالتيميت حاضر من كوتاشي كذلك، سبريس موجود من دونكيرا ولكن لو اتش بي يخسر حياته في هذه التيم فايت. في فلاش حاضر من نانتا دوما ممتازه، ستيزس يربح بها الوقت لين في التيم فايت. تريبل كيل لصالح فريق جي كي، ما يتبقى لو رايزر واوسكادو على قيد الحياه في الميد سايد. 2-4-3 لصالح فريق جي كي. يا وكل هذا كان فريق جي كي بيلعبوا التيم فايت 4 فيرسس 5. شهاب ما كان موجود، اقوى لاعب من فريق جي كي ما كان موجود بالتيم فايت، وبعد كل هذا فريق جي كي هم اللي انتصروا في هذا التيم فايت، وهذا معناه ممكن بدايه التيمبست دراجون اللي بداها دوما، وصعب جدا ايقافهم بوجود 2 بلايرز الجاو جون وهذا الفوزي. ما عندهم الدامج الكافي يقدر يوقف فريق جي كي، بيحاول يشتري شويه وقت، بيحاول يستنوا لحد ما فريق النصر يرجع يعيشوا، ولكن بالنهايه فريق جي كي على الاغلب راح يقدر ينهوا حياه هذا التمبست دراجون ويكون عندهم ادفانتج، وممكن اول رايزر يخسر الاتش بي تبعه ويخسر حياته من فريق جي كي. مازال حي، مازال موفمنت سبيد موجوده. رايزر خسر ايتم ريفايف بالطبع. فريق جي كي سيطر بشكل كبير في هذه الاوان الاخيره المباراة. فريق نصر مازال سستيننج بالطبيعة، مازال عنده الفرصة للعودة في هذه المباراة، لكن التنانين الآن موجودة في اللينز بتساعد فريق جي كي بشكل كبير انه يسيج، انه يحاول ينهي المباراة. وننتظر قريب جدا انه يكون عنده الفلاش، سيكون مهم جدا في الفايت القادم، لكن ريوتشي حذري من البوزيشننج، بيكون مهم جدا. هذه الالتيميت حاضرة من فانك طبعا، ولكن ريوتشي يستعمل داش اوت. صراحة الجولد اللي عماله بيصير مع جي كي، الادفانتج اللي عمالهم ببنوها غريبة جدا. كانوا بيهايند 5000 جولد، وهلا الادفانتج لهم بأكثر من 5000، بأكثر من 6000 جولد، وهذا معناه انه فوق ال 11 كي. دوما عماله بيعمل حرفيا 1 في 5 للاعبين النصر. دايما دوما هكا، دايما بالشكل هذا. دوما هو اللاعب ما يخافش، يا ثقة كبيرة في نفسه في الشامبيون. بتعرف قلبنا قوي في الليمت تيستنج، يعني دوما مش ممكن، يعني ما شاء الله عليه. يا شوف شهاب، شهاب من اول المباراه لهلا مختفي،
كل اللي مركز عليه هو الفارم اخيرا. عم انا بشوف في انجيج من دون كيرا يا بعد الاختفاء لان الظهور سيكون حاضر بالنسبه لفريق جي كي، ولكن دون كيرا في وسط خمسه لاعبين من فريق نصر سبورتس يموت. شوف الكايتنج الحاضر من ريوتشي لان يعمل شويه دامج ولكن ريفايف ممكن يبقى على قيد الحياه. حاول الكايت مازال على قيد الحياه، كوتاشي يتخلص منه في الاخير ولكن شهاب ينضم لهذه التيم فايت مش يكون معاها الدامج. يبحث على وولف كيري فريق نصر ممكن يكون في خطر لان يحاول الكايت يفتح الالتيميت ولكن ما فيش اي دامج. نانتا تاكشن يموت على دي مراد ولكن دبل كيل بيكت اب من بقيه لاعبي فريق جي كي. يا وفريق جي كي يفوزوا تيم فايت اخر بعد محاولتهم لدايف وخساره دون كيرا الاتش بي تبعه باول بدايه التيم فايت، ولكن بالنهايه فريق جي كي انتصر بهذا التيم فايت. ممكن ياخذوا اول تاور او اول بيس تاور لهم، ولكن في انجيج هون على اوسكادو وينهوا حياته بطريقه سريعه وسهله جدا. مات اوسكادو ومن معاه ممكن امل فريق نصر لينهي هذه المباراه. هل ممكن التنين هذا يحاول يطنك النكسس لينهيها من قبل دوما والشهاب؟ هذا الديو المعروف الديو القوي ممكن خلاص انهوها فريق جي كي. ودوما وشهاب ينهوا المباراة والكامباك من فريق جي كي و3-0.